البردقلي. البردقلي هو عبارة عن موقع وقرية صغيرة تقع في شمال محافظة إدلب السورية، وعلى مقربه من باب الهوى، وفي منطقة صخرية محصنة إلى شمال مدينة إدلب بنحو تقريبا حوالي 35 كيلومتر، وإلى الغرب من مدينة إدلب بنحو 2 كيلومتر. تقع آثار البردقلي، تلك القرية الصغيرة التي يعود تاريخها إلى القرن الثاني الميلادي، حيث كانت آنذاك بلدة صغيرة مسكونة، كما يدل على ذلك المدفن الموجود فيها والمؤرخ بالعام 164 ميلادي. البردقلي قد تكون التسمية، يعني ما في جزم فيها، عبارة عن تفسير، والتفسير دائما خاضع طبعا للإجابات كثيرة، أو مثلا نظريات كثيرة، مو بس هي، كل الأسماء كمان نفس الشيء. بس بنقول نحن لسبب إنه طالما تواصل الشمال الغربي مع حدود التركية، الجمهورية التركية الحالية، وبالتالي بقى ممكن يكون في أسماء كثير مشتركة بنشوفها إنه تقريبا متشابهين لبعض. هل هي إلها معاني معينة؟ هل هي حقيقية، هي فعلا تركية، أو مثلا تكون بأسماء تانية؟ الحقيقة ما بنعرف. بس اللي أنا كمان حابب أقول، معنى الكلمة حسب ما ذكر وحسب ما في ناس من أهل البلد يعني قالوا، ممكن تكون هالشي هذا. بيقولوا إنه كلمة مؤلفة من مقطعين، الأول هو البر، البردق، البردق، وتعني كأس الفخار، كأس الفخار، ولي تعني صاحب، وبذلك يكون معنى تسميتها صاحب كأس الفخار، حيث تقف البردقلي اليوم كشاهد حي على ذلك التاريخ العريق الذي عاشته هذه المنطقة بكل حوادثه فحجارتها، وإن كانت صماء إلا أنها تصر على أن تسمع زائرها بعض مما ترويه من قصص وحكايات عن ذلك التاريخ الغابر الذي لم يبق منه سوى حجارة متناثرة هنا وهناك. تعد البردقلي نموذجا للتداخل والتمازج بين الفنون المعمارية المختلفة من بيزنطية وإسلامية. الحقيقة هون اللي أنا تعقيب على الموضوع هذا، الحقيقة أغلب المواقع في محافظة إدلب الغنية بآثارها، وأغنى المحافظات السورية، أغنى مواقع بالآثار، وذلك تعتبر هي جنة المنقبين الأثريين، وجنة كمان الباحثين بالفترة البيزنطية وما بعدها، حيث يتواجد فيها مزيج من المعالم الأثرية التي تعود إلى تلك الحضارات التي تعاقبت، من أهمها المدافن الموجودة تحت الأرض، والكنائس البيزنطية، أنا بقصد فيها الكنائس من الفترة تواجد المعتقد البيزنطي، وكلمة بيزنطي تعود إلى قرية قريبة من إسطنبول الحالية في تركيا كان اسمها بيزنطة، وبالتالي بعدين صارت تسمية من الشيء للكل ومن كل للجزء. بالتالي يمكن هلا بنسمي نحن اسطنبول، هي من احد اسماء القديمه، هي بيزنطه. القبور والمساجد الاسلاميه التي لا يزال معظمها صامدا رغم كل ما مر على المنطقه من كوارث طبيعيه وحروب، الا انها لم تستطع ان تدمرها كامله او ان تخفيها عن وجه الارض. طبعا مثل ما بنعرف انه مهم كثير هاي البلدة او القرية، او بنسميها طبعا قرية بنسميها احسن، او مو الموقع الاثري، هو كان على الطريق هذا اللي قادم من الشمال السوري من تركيا الحالية، ومن ثم لمنطقة ادلب، ومن ثم جنوبا. هذا كله، هذا الطريق هذا كان اسهل الطرق للقدوم منه، لسبب انه جبال تقريبا في مجال المرور منها اسهل للعابرين والقوافل. يقول الباحث عبد الحميد مشلح،
أن أقدم المدافن الموجودة في البردقلي هو المدفن القديم المؤرخ بالعام 164 الميلادي، والذي يقع في أعلى البلدة وله قنطرة تغطيه. وأيضا هناك مدفن تحت الأرض يعود للعام 310 ميلادي، وكنيستان تقعان في جنوب البلدة، بعض جدرانها الخارجية ما تزال قائمة، غير أن أعمدتها الداخلية، الأعمدة الداخلية متهدمة، ولها ثلاثة أبواب في كل جهة، الشمال والجنوب والغرب. وتشير الزخرفة المتبقية على جدرانها إلى أنها تعود إلى القرن السادس الميلادي. برجع بقول كمان من ناحية كزاوية معينة تعقيبا على شرح أستاذ مشلح أو مشلح، بقول أنا أنه كانت أغلب الكنائس كانت بهداك الفترة كانت موجودة، وخاصة الكنائس الحديثة فيها تعود للقرن الخامس والسادس الميلادي، بعد ما صار في إلى ناحية تانية كليا، لأنه صار فيها تهجير، صار فيها هجرة، المنطقة كلها تهجرت، أو منطقة الهضبة الكلسية الموجودة بغرب حلب وشمال حما، منشوف نحن أنه هي كلياتها كانت بفترة معينة، هون في حوالي تقريبا 788 موقع أثري، هالمواقع هي كلياتها بفترة معينة، فترة القرون الأولى كان لها ازدهار كبير، ومن ثم هجرت، ومن ثم عادت مرة تانية، طبعا إلى أسباب أنا ممكن أحكيها بلقطات تانية غير هي، بس هلأ حاليا خلينا نركز نحن على الموقع هذا اللي عم نحكي عليه. طبعا حكينا نحن على الفترة البيزنطية أو تواجد انتشار المعتقد البيزنطي بالمنطقة، وخاصة بمحافظة إدلب اللي هي بالشمال الغربي من الجمهورية العربية السورية. أهم آثارها الإسلامية فهي القبور والمسجد، فيها مسجد، ومعظم القبور الموجودة فيها تعود حسب التاريخ المدون عليها إلى عام 1123 الميلادي و1135، ويعود تاريخ الجامع الذي لا يزال يحافظ على شكله ومنظره العام من الخارج والداخل إلى العهد الأيوبي تقريبا، يعني منقول نحن العهد الأيوبي والقرن 12 الميلادي، نظرا لصفاته العمرانية المميزة، والتي تعتمد في البناء على الحجارة الكبيرة المنحوتة والخالية من أي زخرفة، وكذلك وجود القباب والأقواس المتقاطعة في السقف، والتي تحملها أعمدة ملساء تعلوها تيجان أيونية. الأيونية طبعا في كذا نظام كان للتيجان، واحد بيناتهم بنسميه احنا او المختصين بسموه النظام الأيوني، حلو كانوا كتير، واغلب كانوا التيجان هي تستعمل بالكنائس، يعني منها الكورنثي، منها في يعني في اشكال كتيرة منها. يعتقد انها متناثرة بأعمدة الكنيسة المجاورة للمسجد التي لا تبعد عنه بضعة أمتار، في صورة من صور التآخي عن بين الحضارات والديانات السماوية على أرض سوريا منذ الأزل. شغلة حلوة. وتمتاز مئذنة المسجد بأنها ذات طراز مملوكي غاية في الروعة والدقة والاتقان، وهي مبنية وفق شكل مثمن الأضلاع، حيث يعتقد أنها بنيت بعد المسجد ولا تزال بوضع سليم، شامخة تشق طريقها نحو عباب السماء. الحقيقة أنا أخذت الوصف هذا كلياته من موقع البلدة، هو نفسه أخذته، هو نفسه حطيته، وحتى الصور اللي حطيتها كمان نفس المبدأ أخذته من الموقع، مو الموقع البلدة الأساسي، لأنهم حاطين هن كانوا صور محمية، وبالتالي ما قدرت أخذ منها الصور هي، لكن في صور مشاركين، وأنا أتمنى من المواقع كلياتها للبلدات السورية ما يحمون هدول الصور، ما هي أصلا دعاية وتوثيق للبلدة نفسها أو للقرية نفسها أو للمدينة نفسها،
ليش عم نعمل لها محمية؟ هي عبارة عن صورة لا راحت ولا اجت، ممكن نحط فيها صور عديدة، لكن شيء خاص خاص. إذا كان خاص نحن بنعمله، نحن عبارة عن صور محمية، والصور العامة صور بيوت من خارج، صور المدينة كلها، صور البلدة كلها، صور الحقول، صور المزروعات، هذا شيء حلو ممكن يتم موجود، والعالم تفتخر انه تحط صورهم بهالموقع هذا. وبالتالي انا ضد، كليا ضد انه يكون بهالشكل هذا، يكون الصور محمية. مشان هيك اضطريت اخذ صور من المشاركين بالموقع، وفعلا هذا الصورة حاطينها هنين عبارة عن جماعة من أهل البلدة نفسهم، وبالتالي بقى لي هنين من أهل القرية نفسهم، وهنين نفسهم اللي حطوها صوره غير محمية، وبالتالي أخذت منها. وكانت بتكفي بكل الأحوال، لأنه هو الموقع اللي عم بحكي عليه موقع أثري، هو صغير كل نسبيا، لكن أنا حبيت أنه وثقه من ضمن تاريخ ومعالم محافظة إدلب. نحن بنعرف نحن شو الأخطار اللي دائما بتتعرض لمحافظة إدلب السورية، وبالتالي بقالي بنشوف في ناس كثيرين بيحاولوا يشوهوا المعالم هي وينسبوها لشيء ما كان موجود أصلا وما في له مرجع أصلا. وبالتالي بقالي أنا كان كل هاللقطات عن محافظة إدلب كان بودي إنه يكون دائما هيك، تكون فيها موثقة، لحتى إنه للأجيال بعد منها مين ما شاف اللقطة اللي عم بحكيها إنه يتابعنا إنه هي فعلا هي سورية وليس شيء تاني. الشغلة الثانية، أنا هالكتابة هي أو النص اللي انكتب وأنا أخذته مثل ما قلت من موقع القرية نفسها أو البلدة نفسها أخذته، وكمان أخذته في عنا في موقع اسمه شام الروح. الحقيقة إنه كمان الموقع جميل جدا، وعم يكتب شغلات كتير كتير مميزة وغير موجودة بنشوفها. يعني ما بعرف اذا كان في ناس عم تتابعه ولا لا، بس انا بالنسبه لي يلي بيحب الثقافه ويلي بيحب يعرف بلده شو بيلحق هيك مواقع. والموقع تبع شام الروح يعني الحقيقه كان جيد جدا، انا باخذ منه بعض الاحيان، مو كل شيء طبعا، بس في اشياء معينه يعني اذا كانوا خاصه ضمن السرديات وضمن شيء معين بشكل عام باخذ منه، بس التوثيق العلمي بيختلف كليا، كل شيء لوقته. سرديات كذا ما في مانع، انا باخذ من كلهم، باخذ من صحفيين، باخذ كذا، ما في مانع، لكن التوثيق هذا بيختلف كليا بيختلف. المهم النص هو موجود، انا نشرته بموقع الادلة السياحيين، انا مسميه تورست جايد جايدز، اسف هو طبعا لازم اقول انا توريزم جايدز، بس انا قصدا حطيتها تورست حتى يلفت النظر انه في خطأ موجود هون، هذا كان من قديم قصدت منها. النص نشرته بتاريخ 11 مارس او 11 اذار 2020، يلي بيحب يرجع للموقع نفسه بيشوفه. أتمنى منكم إذا عجبكم اللي حكيته تدخلوا على الموقع نفسه تشوفوا أنتم الموقع بصفحة الإدلاء الساحيين، أو حبيتوا مثلا كمان تدخلوا على اليوتيوب كمان بتشوفوا كمان أنه موجود. أنا هلأ رح نزله اعتبارا اليوم، بكرة بعد بكرة يعني مو أكتر من هيك، ولسه في مواقع كتير كمان رح نزلها تكون خفيفة شوية لحتى العالم تقدر تتابعها. حابين انتو شجعوني لحتى اقدر انا اكمل، مو حابين لحتى ننسى الموضوع ما بتفرق. وشكرا لكم، شكرا جزيلا، يا اهلا وسهلا.